انا سيدي مواطن بالخارج، حلينا عينينا نسهر على فهمنا، ربي سبحانه عمل لنا كيما نقولوا احنا مخرج، خرجنا لاوروبا. كنا قبل كيما انا خرجت عام 96، مشيت السعوديه ومن بعد مشيت لايطاليا. الجنسيات كلها في العالم حد علاقاتها معك، هندي، سريلانكي، باكستاني، سريلانكي، بروناي، اللي عمركم ما سمعتوا بها محدد علاقته معك. تشاو تشاو بونجور، السلام عليكم، السلام عليكم. اكثر من هذا لا، التونسي ما لوش كان من قبلك عينيك من الاخ. ارحمهم ولا تؤمن بهم، ان بنو ادم بنو نكران. سني لي انا شنو حتى البرة تبايك يبيعك غادي يا ولدي. في ايطاليا حقك موجود، بمجرد تشتغل ما يضيع لك شيء. كوجيني انا كوكو. اي قداش خدمت؟ خدمت 20 سنه في ايطاليا، واليوم من هذا انا فاكانسه معاك، نمشي ونجي. عندي اولادي وعندي عائلة، بنتي مرتي في الرمليه، وعندي شكون يقرا في الجامعه، بناتي، وعندي طفل صغير. ظروف لبيب. نحمد الله ونشكره الى يوم الدين. تحكي على العلاقه المواطن بالمواطن، فما ناس دزك المالك هنا، فما شكون يسرق كورق. انت نرجع لايطاليا، فما توانسه غادي تعاونوا بعضكم الا من رحم ربك. كان يلقى عينيك يجبدهم لك، عايش خويا تسلم عليه صوابعك يحسبهم لك. انا ولاد بلاد تحكي عليهم، عايش خويا. كان هنا ناس تجي تقول ربي ولدك يدور عليك وخلي غادي، عايش خويا. انا فما برشا معناتها التوانسه غادي في ايطاليا اكثر ما تتصور. فما شكون يلقى تحت الحيط، فما في الخرب، فما شكون يتسلف ركوبه مسكين باش يتظاهر لكم كوا واقف على ساقيه، فما شكون مسكين يتزبك في مراه يتلفت يلقى زوز اولاد معاه. اتقوا الله، مش كل واحد سافر راه عنده حبيبي. يعني البحرين راه فما ناس تعاني ومكنت لا يعلم بها كان الله. ريت ولد حومتك ولا ولد عمك ولا ولد بلادك كان جا وجاب لك كتب لي شوكولاته وسبادري ولا شويه شامبوا واحد ولا باكو قهوه، كارك انت تعمل له صمبا ذاك. عايش خويا، كان انت تقري في زوز اولاد ولا زوز بنات كبار في الجامعه وشهريتك ميلا ميلا 200 ولا ميلا 300، كيفاش تتصارع الحياه؟ كان كلامي غلط قول لي غلط. غير ريت العباد كل تدروش، كل واحد توكيه في اللحم اللحية يقول لك والله ما في باليش. هاي سيدي هاي الوضعيه ونكشفوه، فهمتي شنو نقصد ولا؟ ومن بعد يقول لك والله فلان ما يصلحش. علاش ما يصلحش؟ اش عمل لك؟ فكلك هي برا طلع لايطاليا والهند والباكستان. ما هو كيما انت تخدم هوني تاخذ شهريه، كيما هو يخدم غادي ياخذ شهريه. ربما انت الشهر هنا كراه 200,000، هو مسكين ياخذ في 600 يورو كراه. الانتيار نتاع الشهريه نتاعو هذه لكلال يشرب من الحك للدار. ومن بعد تقول خويا ما جابليش. جوا العلاقه، العلاقه الاسريه، ولكن تنصح انت توا الجون باش يمشيو لايطاليا ويخدموا، شنو رايك؟ خويا ننصحك لوجه الله، انا بحسب 3 شهور اللي عديتهم هنا في تونس، صحيح غاليه وكذا وكذا، تطلع ايطاليا الحرقه ذي انساها في مخك. ومو اعمل تكوين مهني، اعمل صنعه، هذه خدمه كيكه وبرا وهبات وطلع، العالم الكل يعرف يهبط ويطلع. الخدمه بلومبيري، كوشيني، الكتريسيان، اعلاميه، لوجيسيال، حجام، وريه وخبيه، يعوم العوام وما ينساش كساه، حتى دور الدور تلقى خدمه به. اما والله نعرف نهز ونهبط، حمال، حمالتي عالم الكل يعرف يحمل، صحيح ولا؟ انت وجدتك حالات وعاونت غادي توانسه؟ الله هو ما راوش به ولا راوش. اللهم على ما يقوله شهيد، يا نوكل فيه ونشرف فيه ويقول لي، يقول لي شكري، كان مسكنتي ما نعرفش شنو. ومن بعد اول ما دار عليا، اللهم اقسمت بالله العلي العظيم، اقسمت بالله العلي العظيم يا ربي اشهد عليا. فما والله فما تونسي عامل اكسيدون، قلت له اكتفي هز اكتفي حط، ومرتي في رملية جبنا له الباكان اللي دوشوا به والدواء وكذا. اول ما خذا ريسورسو يقولوا احنا لاسيرونس، بعث لي مع الناس قالوا قول له هذاك ما عادش يكلمني.
احلى اللهم على ما قولوا شهيد. وانت وقفت معه اللهم على ما قولوا شهيد. يا صاحبي كل اناء بما فيه ينشح. لصل كان ربوك تخزن المليح تلقاه وكل ما تخزن. يا ود عمي فما تونسه غادي كي تتناهد يفرحوا لك. خرجت انا كوجيني معروف الرباطات تجيروا يعني الميركاتو اللي يعرفوني بونواس تونس بونواس قمرت شويه ساعد كذا يعرفوني. خرجت من قله الحاجه يعني حبيت نطمح سقف اكثر. باهي هذاك علاش خرجت خويا. عملت غادي الحمد لله تجاربي كلها لاباس من فضل ربي ليومنا هذا. حاجه برك علاقتي مع الناس اللي تدز معاه يدور عليك. اتكسكي انت عز الناس. انا ما نكذبش عليك عندي زوز قالوا عندي زوز اخيات واحده في دير الكاف وواحده عندي زوز بنيات اخوات عندي خويا مريض الله يخلص وحلو ويبرد. اما عندك زوز بنيات هذوكم سواء غايب ولا حاضر يدزوا معايا.